بسم الله الرحمن الرحيم. كنز عظيم جدا من كنوز السنة الأعلام أكثر الناس، كنز عظيم جدا في الطب النبوي. روى الإمام السيوطي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الحجامة في الرأس، في الرأس هي المغيثة، المغيثة من جميع الأمراض. وقد أمرني جبريل بأن أن أحتجم في الرأس بعد أكلة يهودية أو بأكل أكلة خيبر. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يهودية دست له السم في كتف الشاه أو في الشاه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الشاه ويموت عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يعاني من هذه الأكلة أو الأكلة إلى أن مات. كان بيتعود الحمى كل سنة بسبب هذه الأكلة حتى مات شهيدا. فجبريل أمره بالحجامة في الرأس، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الحجامه في الراس هي المغيثه، يعني تنقذ من جميع الامراض. لا، ده في حديث تاني عظيم: الحجامه في الراس شفاء من كل داء الا السام. رواه الارض الامام السيوطي من حديث انس بن مالك. وايضا الحجامه يوم الثلاثاء لسبعة عشر من الشهر دواء لداء السنه، دواء السنه كلها. يعني الانسان اذا احتجم يوم الثلاث اللي موافق ل 17 في الشهر، شهر القمري، مالناش دعوه بالاشهر الحر، الاشهر القبطيه او الاشهر الميلاديه، شفاء العام كله من الداء، من الامراض، يعني وقايه من جميع الامراض طول السنه. طب امتى اي افضل ايام الحجامه؟ 17 و19 و21 من الايام القمريه. 17 النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبون يوم 17 و19 و21. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا: يحتجم يوم الخميس، احتجموا على بركة الله يوم الخميس. طيب السبت، ابعد عن الحجامة يوم السبت والأربع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من احتجم يوم السبت أو الأربعاء فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وضح يعني اللي هو مرض البرص. وكان الإمام أحمد يتقي أو يتوقى الحجامة يوم السبت والأربعاء. وروى من حديث عبد الله بن عمر إن في الجمعة لساعة من احتجم فيها عرض له داء لم يشف منه، يعني داء ليس له دواء. يبقى نتوقع او نتقي الحجامه يوم السبت، يوم الاربع، ويوم الجمعه. تحتجم على بركه الله يوم الاحد، يوم الاثنين، حتى لو كنت صايم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره. يبقى تحتجم يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الخميس. ابتعد عن يوم الاربعاء، لان يوم الاربعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيه أيوب عليه السلام بالوباء أو بالمرض، أو بالبلاء بمعنى أصح، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا إن جهنم خلقت يوم الأربعاء. ويوم الجمعة نبعد عنه، لأن سيدنا عبد الله بن عمر قال إن في ساعة لو الإنسان احتجم فيها يصاب بمرض. ويقال إن الإمام النيسابوري يحتجم يوم الأربعاء فأصابه برص أو وضح. زي ما قلت لحضراتكم الامام احمد كان بيتقي يوم السبت والاربعاء. لكن غير كده شفاء من كل داء الا السام. كنت قلت لحضراتكم قبل كده ان كان ليا جار كان عنده سكر، احتجم، قال لي بلسانه قعدت 4 اشهر ما باخدش جلوكوز خالص ولا دواء خالص. بعدين بعد كده استخف بالحجامه وسابها مده طويله، فتطورت حالته ومريض ومات. فده يوريكم اهميه الحجامه قد ايه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: ما مررت بملأ من الملائكه حين اسرى بي، الا وقال لي: يا محمد مر امتك بالحجامه، مر أمتك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظننت انه ستفرض علي الحجامه. والناس دلوقتي بتعيش وتموت ما تحتجمش للاسف الشديد. فالصحابه كلهم كانوا بيحتجموا كثيرا، عبد الله بن عمر كما قال عليه الصلاه والسلام: فلا يتبيغ احدكم الدم فيقتله، لان الدم بيهيك، والدم بيهيك في يوم 13 و14 و15 بالذات. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا صيام الثلاثه دول. وانا قلت لحضراتكم ان صيام الثلاثه ايام القمريه مهم جدا، لان البحر بيهيك بيرتفع بيحصل فيه ماده وجزر، فدم الانسان بيهيك كمان. ذلك الحجامه في يوم 17 و19 و21 بتخلص الجسم من الدم الفاسد، وفيها علاج لجميع الامراض. فيا ريت نحتاج، يا ريت نعمل بوصيه النبي صلى الله عليه وسلم ونحتجم، لان الحجامه فيها فوائد عظيمه جدا. اخيرا اقول لحضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي بيقرا ايه الكرسي في الحجامه كان محتاجه مرتين مش مره واحده.
فقد احتجب حجامتين، يعني ثواب الحجامه او فضل او فائده الحجامه بتتضاعف 100% لو انت احتجت، لو انت قريت ايه الكرسي. عشان كده كنت قلت لحضراتكم قبل كده اقروا ايه الكرسي على اي برشام، على اي دواء، سواء كان برشام سواء كان سائل دواء شرب حقنه حجامه اي شيء، اقرا ايه الكرسي فيها بركه عظيمه. واذا كانت الحجامه فائدتها بتتضاعف، يبقى اي دواء فائدته هتتضاعف لو انت قريت ايه الكرسي على الحجامه. لذلك اولا احياء السنن المهجوره في فضل عظيم، وفي له اجر شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامه لها فضل عظيم، خاصه الحجامه في الراس. بس ابعد عن نقره الراس اللي هي الحته اللي تحت دي اللي هي عامله زي الخرم اللي هي في الافه. ليه؟ قيل انها تورث النسيان، على خلاف من العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عضدتها وفي حديث فيها نهي. فاحترازا نبعد عن نقره الراس. لكن عندك المكان ده كله تقدر تحتجم فيه. وتوخى يوم الثلاثاء يوم 17، يعني اليوم اللي، لان ده فيه وقايه للامراض من طول السنه، زي ما روى النبي صلى الله عليه وسلم ان الوقايه يوم الاحتجام يوم الثلاثاء ل 17. والحجامه ل 17 او 19 21 فيها فائده عظيمه، لانها ايام وتريه، ويوم الوتر يبقى فيه بركه عظيمه، لان الله تعالى وتر يحب الوتر كما قال في الحديث الصحيح. انا فياريت الناس اللي بتعاني من امراض مستعصيه زي الضغط والسكر و و و ما تتفرجش في الحجامه. الحجامه لها فضل عظيم، انا اعرف ناس بتحتاج من كل شهر. ف يا ريت هكتب لكم الكنوز العظيمه دي في الوصف، انسحوا اذا كانوا مشروع. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.